سموها قلت بلع عشان هي كانت اصلا كان بينزلوا عليها بتوع البلح. من 67 كانت الناس هنا كانوا خمسة ستة. دلوقتي العملية كترت قوي بقت كتير ناس كتيرة وعالم كتيرة جالة الملك دلوقتي. بقى دلوقتي في 100 وكالة، في حتة اسمها الحرفيين وحتة اسمها مانيال شيحة وحزبة شلبي وشارع جسر البحر كل ده. أما هي كانت وكالة البلح من ساعة ما جينا هنا في 67 هي وكالة البلح. ودي شغلتنا الأساسية أصلاً قبل الحرفيين وحزبة شلبي والحتت دي كلها، إحنا الأساس بتاع قطع الغيار. شغلنا كان بيجي لمؤاخذة المستورد. المستورد ده النهاردة يعني أنا من 10-15 سنة كانوا يجوا 20 مستورد. النهاردة بقوا 100، بقالهم 7 سنين رجعوا 10 زي ما هم من ساعة الثورة دي. تيجي تجيب البضاعة من بره وينزلوها كونتينرات على بورسعيد ويطلعوا من بورسعيد ويشتغلوا على كده يعني. بيجي وارد بره، ساعات بيجي لنا شغل من إيطاليا، إسبانيا، فرنسا كده. الشغل بيجي في المينا، بنخش بنشوف نلف مثلا الموتور، بنبص على العفشه مثلا الجنب نضيف او مش نضيف كده يعني. بيقطعوا الشغل، بيورونا الشغل دلوقتي على الواتساب والكلام ده وعلى الفيس والكلام ده، فايبر فاهمني. بنتفق العربيه دي بقد كده بقد كده، بتجي لنا متقطعه. مفيش استيراد دلوقتي، الاستيراد قل. النهارده اللي بيروح يجيب مثلا كان الاول الحاويه ممكن يتكشف 40 حاويه بورسعيد، النهارده بيتكشف 2 حسب ما في شغل. بلاد بتفرق يعني، اليابان تعرف الحاجه نمره واحد فاهمني، اسبانيا شغلها نضيف. البلاد اللي ممكن يطلع منها شغل بالنسبه لنا يابان، شغل اليابان يعني بيجي لنا منه كل حاجه نضيفه. عربيه اساسا هناك ما بتستهلكش، احنا عندنا هنا بنهلك العربات من المطبات بس، بدليل انك انت لما بتيجي تاخد حاجه استيراد بتبقى ناجحه معاك بالفعل. قطع الغيار الاستيراد بتبقى اميز من الجديد. ليه؟ لانها دي بتاعت البلد اللي هي نزلت العربيه نفسها. في زبون النهارده بيوفر بيسترخص، في حاجه اسمها خلع وحاجه اسمها استيراد. الاستيراد حاجه والخلع حاجه، الخلع سعره حنين شويه. والنهارده الزبون جاي تعبان. النهارده في حاجه اسمها جروبات يعني احنا مشتركين فيها، كله فاهم. انا دلوقتي ما بيجيش معايا، ما بيجيش صنايعي يتعامل معايا، اللي بيجي لي بيجي لي صاحب العربيه. الزبون النهارده جاي على السعر، بس في حته حديد هو ممكن ينزلها على الجروب اللي عندي احسن منها، ممكن هو يكون جايب حته صيني. اي عربيه لها جروب دلوقتي، تنزل على الجروب تعرف سعر الحاجه، اي حاجه انت عايزها تعرف سعرها على الجروب. من 4000 جنيه الموتور النهارده بتتكلم فيه في 15000 جنيه. ايه مفيش حاجه النهارده بقت رخيصه عامه، مفيش حاجه بقت رخيصه، اي حاجه النهارده يعني بقت غاليه. دلوقتي زي ما انت شايف السوق مريح، ودلوقتي يعني حتى دلوقتي الشغل بقى غالي كمان، في تجار كتير بطلت تسافر. كان الاول ايطاليا والمانيا وفرنسا، دلوقتي بقى الكوري بقى هو اللي شغال دلوقتي، كوريا هي اللي شغاله دلوقتي. عربيه السيده على مستوى مصر كلها الكوري. لانوس كده غير، احنا هنا شويه وماشيه وموجوده متوفره. الصيني احنا عندنا حتى محل اكسسوار بتاع صيني كله جديد، مفيش حاجه مفيش قديم صيني. الزبون النهارده لما يجي يشتري حاجه من الوكالة يشتري من محل، مش صاحب محل، ما يشتريش من الشارع ويقعد مع السريح ويقعد يقعده على الكرسي وعلى جنبه وبتاع، ان بتحصل مشاكل بيجي راجع ما بيجيش السريح، فاحنا بنحط في صوره وحشه بوظ معظمنا احنا في السوق. انت راجل دلوقتي نازل عايز قطع غيار العربيه، ثواني واجيبها لك، لا مش عايزها، انا اخش على المكان عايز دي، مد ايده من المكان جابها يا مرحب، خدك معاه وراح مخزنه اشتغل. غير كده ما تبقاش قاعد لي في كرسي في الشارع ويجي واحد نصاب ينصب عليك وتقول ايه دول بتوع الوكاله نصابين، احنا ما عندناش نصابين، هو اللي بيروح للنصاب. احنا مثلا في حاجه الكهرباء بنديله ضمان 3 ايام، مثلا الموتور بيديله 10 ايام تمام، اي حاجه معاه ضمان يعني، في اي حاجه بتاعتني بس خلال اسبوع 10 ايام. ايام العز دي كانت زمان نجيب العربيه ب 1000 جنيه ب 800 جنيه ب 700 جنيه العربيه، تجيبها تكسرها تبيع منها حتتين بتمر العربيه كلها وتبقى بقت العربيه كلها واقفه عليك ببلاش.